الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يعني ليه في قلوبنا حاجات كتير حلوة، أعمال كتير قدمها، أعمال للعيلة، أعمال تاريخية، أعمال للأطفال، المسرح، الإذاعة، التلفزيون. يعني يمكن لو قعدت اتكلمت عن أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يمكن أخد حلقة أو حلقتين من تنوع الأعمال، من الإجادة، من براعة الأدوار. يمكن من تخرجه في الفنون المسرحية من سنة 58 وهو بدأ المشوار على طول. الرئيس السيسي الحقيقة بيعي جيدا قيمة الفن، وإحنا شايفين ده طول الوقت، وبيقدر الفنانين المصريين، ولم يترك مناسبة للحديث عن قيمة الفن المصري في تشكيل وعي وثقافة الأجيال. وبالعكس طول الوقت الرئيس بيحب يوجه الرسائل للفن والفنانين بأن وجودهم هو مزيد من الوعي وتقديم الوعي من خلال الأعمال المختلفة الدرامية. ولهذا السبب أيضا ولهذا التقدير رأينا هذا الاتصال من الرئيس عبد الفتاح السيسي للإطمئنان على فنان كبير بقيمة وقدر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة. خلينا دلوقتي نعرف المكالمة كانت إزاي وتلقاها إزاي وصداها على الفنان الكبير من الفنان مفيد عاشور، وهو طبعا زوج ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذة شبكي. يعني حضرتك أولا منورة في التلفزيون المصري. ده نور حضرتك والله، متشكرة جدا. لأن إحنا بنستمتع بوجودك. ده ميرسي جدا، ميرسي لحضرتك. دلوقتي يعني قيمة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قيمة كبيرة قوي، يعني تربى على إيده أجيال كتير يعني، وشفنا أعمال كتير مأثرة فينا، وطبعا تقدير السيد الرئيس تقدير كبير جدا. كلمني على هذه المكالمة وصداها ووقعها على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة. يعني أولا هي لفتة رائعة وكريمة جدا من السيد الرئيس ان هو يكلم الاستاذ عبد الرحمن. هذه المكالمه يعني مش قادر اقول لك روحه المعنويه عامله ازاي. كان سعيد جدا 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 وهو بيكلمه طبعا، وبعدين يعني احساسه ان رئيس الدوله، رئيس الجمهوريه بيكلمه عشان يطمن عليه على المستوى الانساني والمستوى الشخصي. دي عملت له دفعة معنوية شديدة جدا يعني. وهي لفتة وتكريم لكل المبدعين بشكل عام. أكيد. يعني كانت تمثلت في شخص عبد الرحمن أبو زهرة، فهي لفتة لكل المبدعين ولكل الفنانين. طبعا. يعني لأنه هي فيها تقدير كمان لتاريخ الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وقيمته ورمزه، وهو ممثل للفن المصري الراقي يعني. فأعتقد أنه السيد الرئيس ما بيتأخرش أبدا، وده تقدير رائع في وقت حتى السيد الرئيس أعتقد يوم المكالمة كان حقيقة منشغل جدا بالوضع السياسي. بالضبط بالضبط بالضبط. في وسط هذه الانشغالات بالأحوال البلد عموما، أن هو يخصص وقت عشان يطمن فيه على عليه، دي لفته رائعه رائعه رائعه. يعني مش قادر اقول لك هي عامله له رفعت يعني معنوياته ازاي. طب طمنا على حالته بقى كمان الصحيه سريعا. لا والحمد لله، الحمد لله كويس، الحمد لله كويس، احسن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله احسن، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا يتم شفاه على خير يا رب. ان شاء الله ربنا يتم شفاه على خير ويرجع ويقدم، يعود تاني ويقدم بنشاط جديد وبأعمال جديدة. الفنان مفيد عاشور زوج ابنة الفنانة عبد الرحمن أبو زهرة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وتحياتنا للفنان الكبير، وبنتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله. التقدير عموما حلو، تقدير جميل، ولما التقدير بيجي من رئيس الدولة بيبقى تقدير كمان لتاريخك ومشوارك. الحقيقة الرئيس لا يتأخر أبدا، لا على المواطن البسيط ولا على الرموز في هذه الدولة، تقديرا منه بأنه كلنا بنقدر نشكل هذه الدولة.